مع الفنانة هندية. تألقتي في التسعينات، يعني اشتغلت مع نجوم عمالقه اخراج ممثلين، اشتغلت طبعا مع كنت محظوظه جدا الحمد لله. فجاه كده لقينا الفنانه هي انقذت. محظوظه بس كان في فتره متالقه فعلا فيها ما الحمد يعني الحمد استحاله كان حد يفكر ان الفنانه هنديه تعتزل في قمه تالقها، ده صعب وما بيحصلش كتير. هو ده حصل فعلا الحمد لله. انا كنت شغاله مع اكبر مخرجين في مصر، استاذ محمد عبد العزيز، الاستاذ شريف عرفه، الاستاذ حسين كمال. بصي يعني انا كنت مبسوطه جدا عمالقة. طبعا عمالقه طبعا طبعا اسفه اكون الاستاذ علي عبد الخالق في درب الرهبه، اشتغلت الاستاذ محمد ما تعدى اسامي كتير. محمد نجار اشتغلت هشام عمل الشيخ سنة وهو طيب تميز. كل سنه وهم طيبين طبعا عايشين ويرحم اللي توفى. وعملتي افلام كمان مع الفنان القدير عادل امام. طبعا طبعا هو القدر للوصف انا اسمه الاستاذ عادل لغايه دلوقتي الافلام بتنزل واللعبه مع الكبار استاذ شريف عرفه طبعا. ومره داخله بنزينه فلقيته بيقول لي ثواني يا نجمه، قلت له تعالى انت تعرفني؟ قال لي طبعا في حد ما يعرفش نعمه مع الاستاذ عادل امام؟ حنف القباء. حنف القباء. ففاكرين كان ده رائع وازاي رشاد خيري بدوي؟ قلت له رشاد خيري. زي مشاكل كمان. طبعا. فهذا من فضل ربنا. طب عايزين نعرف اعتزلتي ليه في الفتره؟ بصي انا قلت ده في كل اللقاءات ان انا كان اخويا توفى قدام عيني، مش الوفاه دي على رقبتنا كلنا، بس اخويا توفى قدام عيني. ده في 95. 96. انا رايح اجيب له ميه او 97 يمكن مش فاكره، لان انا اعتزلت نهايه 99. تمام. فراح اجيب له ميه، قال لي انا عايز بس ميه، راح اوديه الصوره للدكتور. فقال لي بس عايز اروح اشوف مكان امي يعني البيت بتاع والدتي يعني. فقلت له تعالى. قال لي قلت له بس مش هتطلع. قال لي لا مش هتطلع. المهم وصل لغايه البيت وقال لي ممكن اطلع بس اقعد على. قلت له طب بالراحه جدا. طلع زي النمله بالراحه جدا، حاطين له كرسي عشان هو كان عنده حاجه في القلب يعني. تمام. وطلع وقعد تمام التمام. المهم فجاه لقيت قرطه عرقانه. مالك حبيبي؟ قال لي بس عايز اشرب. قلت له حاضر. بقول لهم يا جماعه كوبايه ميه. راحوا جيبوا كوبايه الميه وبديها له شكرا. فاتخضيت. هي الحادثه خدت قرار الاعتزال ساعتها قلت ده احنا كلنا ماشيين بقى. فلا يعني بلا فن بلا. حتى انا كان عندي اخ الله يرحمه برده توفى والله من سنتين او ثلاث سنين، قال لي انا شابو ليكي ان انت سبتي الشهره والمجد والفلوس وي وي وقعدتي، مع ان ده كان ايه مقاطعني مقاطعه بنت لذينه وما بيكلمنيش. وقال والدي لو نزلت شبرا انا مش شبرا هرش عليها ما يتنقوا. كان عامل مجازر لان انا والدي حاجه كتير يعني. المهم وتاجر وليه صيته في المنطقه ان هو يعني الله يرحمه الحاج عبد الصباحي ده كان معروف جدا في شبرا. فقال له لو نزلت هرش عليها ميه نار ومش هخليها تنفق. اخويا ده بقى بعد ما انا اعتزلت صالحني جدا وبقى صاحبي جدا وقال لي يعني انا مش مصدق ان انت تسيبي كل دوت لربنا. قلت له لا لان اخويا توفى وبتاع. فيعني هما كانوا متضايقين ان انت بتمثلي. طبعا ان انا برقص كاستعراضي. في ناس كتير ما تعرفش ان الفنانه هي اصلا كانت فنانه استعراضيه. هي فنانه شامله. انا فنانه شامله يعني. انا بغني لان انا غنيت مع الاستاذ سمير صبري في فيلم اسمه دموع الجلاله، دموع صحبه الجلاله، مع استاذ فريد شوقي واستاذ سماء. بالظبط. سهير رمزي. بس بدايتك كانت معايا في الرقص كاستعراض. استعراض وغنى كله وكده يعني.